بسم الله الرحمن الرحيم. بداية بهني حضرتك دكتور عمرو محمد. يعني أنا يمكن هنضم للي قاله دكتور جابر نصار، لكن أتمنى إن إحنا ندخل في صلب يعني طبعا ما فيش شك إن إحنا جميعا حريصين على التوازن داخل السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، حريصين على التوازن بين السلطات جميعا، أيضا الفصل بين السلطات، كلنا فيها تفاصيل هندخل فيها زي ما يتعلق بحقية العاملين في الحكومة والقطاع العام للترشح لعضوية البرلمان، دي كانت في نصوص 56 كان محصور، يعني كان زي القاضي زي ضابط الشرطة زي مجلس تقييد قبل أن يتقدم للترشح، الفصل بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. أيضا مش كل ما جاء، يعني دي نقطة مهمة، لأن احنا ناظرين إلى دستور 2012 على كل ما جاء فيه أنه ركس من عمل الشيطان، وبالتالي في حاجات كويسة موجودة مش لازم ننقلب عليها لمجرد إن احنا بنغير منها. البرلمان وتشكيله، يعني التشكيل برلمان وفي في حاجات كويسة في دستور 71 وفي 71 وفي دستور عظيم جدا كان في 4 ومشروع دستور في 54، وبالتالي احنا ليه غيرنا البرلمان والوفتين؟ يعني العالم كله بيأخذ بهذا الأمر، خاصة إن مجلس الشورى بالمسمى أخذ سلطات تشريعية، اتحط فيه شرط إن من الحد الأدنى للعضو اللي هيترشح مؤهل عالي، تدقيق التشريع مهم جدا، مش مسألة بقى أصل هنوفر ومش هنوفر، ده طبعا أعذار وهي اتقالت في أوقات ما يصحش تتقال في دولة بحجم مصر، ولا حتى بميزانية مصر الأرقام إيه اللي بتنفق. ففي امور في لجنه العشره اتحطت، طبعا هي يعني بنشكرها لانها بذلت جهد عظيم كلها قامات محترمه، لكن سياسيا احنا لا نقيس على تجربه مريره مرينا بها لمده 12 شهر من سوء اداء مجلس الشورى واحتكار، لان دي مساله عارضه في تاريخ مصر. كذلك سلطات رئيس الجمهوريه وسلطات رئيس الحكومه. الدستور الفرنسي اللي احنا واخدين تقريبا، يعني اولا لازم ندافع عن نظام الحكم، نظام مختلط، لجنه الخبراء قالت مختلط يميل الى البرلمان. فمن هذا الاساس لازم يعني نحط الاطر الرئيسيه لهذا الامر. مختلط يميل الى البرلماني، يبقى رئيس الحكومه لا يملك او رئيس الجمهوريه لا يملك.